السلام عليكم. كنت أعاني من انزلاق بالفقرتين الرابعة والخامسة، وكان علي صعوبة بالمشي لمدة سنة، ما أقدر أمشي 5 مترات. وجيت لهنا أنا من فضل الله، وأشكر الدكتور هتش، سوالي عملية بالمستشفى وخلاني ثاني يوم الصبح أمشي، راح الخدر، وأنا أشكره جزيل الشكر. هسه الحمد لله وشكر صحتي زينة وأمشي، وظليت يومين بالمستشفى وطلعت، بدل لي فقر ديسك وخلالي براغي، والحمد لله والشكر. وأنا أشكره جدا، وأشكر الأخ المترجم فراس على جهوده اللي بذلها ويانا في مستشفى أرتمس الهند دلهي. شكرا جزيلا. Mr. Omar Anwar, he came from Iraq. He suffering very severe pain since 1 year, and he also had difficulty walking and severe pain and severe numbness. And he said he came here just within 2 days. Dr. Hitesh did this surgery for him, and he has now very excellent, all the pain gone. He can walk probably, and all the numbness gone. And he said thank you for Dr. Hitesh, and thank you for Artemis Hospital.